ما اسمع زقف كتير كبير لأيقونة، أيقونة الرقص الشرقي من بعد غياب هويدا الهاشي بروح. ايوه هويدا الهاشم طلي وفوتي بتليق فيكي، طلي فيها هزه خصرك اللي بنعرفها وراسك اللي بنعرفه اللي هو اليوم قلنا عطى قيمه وعطى تقل للراس الشرقي. اهلا وسهلا فيكي هويدا الهاشم عنا بالام تي في كثير هالقد. شكرا شكرا هويدا. اخر مره طليتي على كمان كان على الام تي في من 7 سنين. نعم. كمان كان في فراغ رئاسي. يبدو انك مترمتيها. ابدا يعني يبدو انه هويدا عنوان للفراغ. رئاسة عم بحكي الرئاسة. هويدا سؤال، انا بتلاقي مثل وعيلك انه الشعر الكيرلي هيدا كان ستيلك، اليوم حتى يعني اليوم مثل كانه عم تنقي لكل جيل لوك يعني او لكل فتره بحياتك لوك معين. هويدا تبع الشعر الكيرلي تبع هالقد طاغيه على المسرح غابت؟ اللي بلشت ايه هيك عرفت كيف مثل الغجريه وكذا بهداك العمر، بس رجعت من وقتها اللي مدي هيك انا مش الك مدي ليس زمان. ايه قد ايه في بعد اليوم مطرح للراقصات الشرقيات؟ كثير. عن جد؟ طبعا في بعد مطرح طبعا. وين يعني اليوم بتحس اليوم انت اليوم معقول تتركي مثلا لندن تتركي انجلترا تيجي تشتغلي بلبنان مثلا او ما كيف؟ هو الشغل او اليوم مثلا هويدا اليوم مكانها شو مع كلاس اي ارتست فنان مثلا ترقص قبله ترقص كيف وين؟ لا لا استعراض هويدا الهاشم. اه ايه طبعا. يعني وان شو كله هويدا الهاشم طبعا ترقصي فيه شو كل كل على كل شيء على كذا موسيقى كل شيء على سولو طبل على المزمار اغاني ام كلثوم عبد الحليم طرب وديع الصافي صباح عاصي نجوى كلهم محافظ الالقاب كله برنامج كامل كله له رقصته له مجاله طبعا.